الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي كانت أعلنت عن حدوث عاصفة جيومغناطيسية ضربت الأرض يوم الاثنين اللي فات، وصفتها بأنها عاصفة من المستوى الرابع على مقياس من 5 درجات، وده تسبب في ظهور بعض الأضواء القطبية الخفيفة في مناطق مختلفة. وقالت أنه من المحتمل أن هذه العاصفة تنير بأضوائها سماء عدد من دول العالم. العواصف اللي من النوع ده الحقيقة يمكن تستوقفنا كده، التسمية بتاعتها يعني إيه؟ إيه تأثيراتها علينا؟ هل دي ظواهر طبيعية؟ إيه اللي بيتم فيها؟ هل ممكن تفاديها؟ إزاي نتعامل؟ كل ده هنعرفه مع حديثنا عبر الهاتف مع الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. برحب بحضرتك يا دكتور، وبنصبح عليك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. يعني إيه عاصفة جيومغناطيسية؟ هي مبدئيا عايزين نقول إن العواصف المغناطيسية عبارة عن اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض، ودي بتستمر من ساعات لعدة أيام مع اختلاف شدتها معه. إيه السبب؟ بنقول العاصفة الجيومغناطيسية تسببها موجة اهتزاز رياح شمسية التي تتفاعل مع حقل الأرض المغناطيسي. لا يعني إيه يا دكتور بالراحة كده علينا؟ أنا مش فاهمة. يعني إيه؟ ما أنا بقول لحضرتك، قلنا العواصف المغناطيسية هي عبارة عن اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض. في حاجة اسمها المجال المغناطيسي للأرض اللي هو بيحمي الأرض من الأشعة الضارة. اللي هو ربنا خلقه هو المجال المغناطيسي للأرض، وبرضه الطبقة الأيونية اللي هي بتمنع وصول قدر كبير جدا من الأشعة أو من العواصف الشمسية أو من الرياح الشمسية إلى الأرض حتى لا تؤذي الإنسان. تمام. فإحنا بنقول إيه السبب بتاعها؟ العاصفة الجيومغناطيسية اللي بيسببها اهتزاز رياح شمسية، يعني الشمس بتطلع حاجة اسمها رياح شمسية اللي بدورها بتتفاعل مع الحقل المغناطيسي للأرض. مجرد ما تتفاعل معاه بتسبب ضغوط عليه وبالتالي تأثيرات كبيرة. لو برضو اتكلمنا على التأثيرات، يعني بنقول الزيادة في ضغط الرياح الشمسية اللي هي بتطلع نتيجة الانفجارات الشمسية اللي موجودة حاليا، اللي هي دورتها احنا حاليا في الدورة 25 للشمس وتقعد لمدة 11 عام بتأثر على الأرض. زي ما حضرتك فضلته في الأول، قلتوا الشفق القطبي والأنوار وبتاع، دي حياة برضو جميلة نتيجة العواصف الشمسية ودايما تحدث فوق القطبين. طيب هل ليها تأثيرات تانية غير ان هي هيكون في انارة في عدد كبير من الدول؟ مش انارة، الشفق القطبي بيظهر في وخاصة بالقطب، يعني مش كل الدول بتشوفه ولكن في بعض الدول بتشوفه ده قريبة من القطبين. احنا عايزين برضو نقول العاصفة المغناطيسية زي ما قلنا بتسببها ايه؟ ايه تأثيرها؟ انها بتضغط على الغلاف المغناطيسي للأرض، يتم التفاعل حقل الرياح الشمسية او الرياح الشمسية اللي جالنا من الشمس نتيجة الانفجارات الشمسية بتتفاعل مع الحقل المغناطيسي للأرض، ويحول كمية كبيرة من الطاقة بتتحول إلى الغلاف المغناطيسي للأرض، ودي بتأثر وحتى في التغيرات المناخية ما حدش اتكلم عليها كتير، ولكن ما زلنا بنقول إنها بتأثر على التغيرات المناخية وبرضه بترفع درجة حرارة الأرض، ولكن في فترة معينة من فترة من الحدوث اللي هي الاقتراب الشمسي يعني موجودة عنده. 25 هتبقى اقصى حاجه واقصى درجه حراره هتاثر على الارض، على فكره برضه هتبقى نتيجه لجزء منها. يعني درجات الحراره المرتفعه اللي خارجه عن المعدلات اللي اعتدنا عليها دي نتيجتها؟ دي حضرتك احنا بنقول التغيرات المناخيه نمره واحد اللي هي استخدام الوقود الاحفوري، ودي تؤثر ايضا، يعني دي برضه بتؤثر ايضا. يعني تؤثر ازاي؟ ودي ناس قليلين يعملوها، احنا عشان بنتعامل مع الغلاف مع الفضاء الخارجي في لجنه استخدام السلم الفضاء الخارجي، انا مثلت مصر 12 سنه، فدايما كنا ندرس حاجه اسمها طقس الفضاء، طقس الفضاء غير طقس الارض، فهنا دايما يقول لك الرياح ومش عارف ايه والحراره بتاع ده طقس الارض، اما طقس الفضاء بيبقى خارج الغلاف الجوي للارض، وبالتالي بيؤثر بشكل كبير. انا هقول تاثيرها برضو لان دي هتبقى سبق لحضراتكم، يعني بنقول الرياح الشمسيه اللي بتمر بسرعات عاليه عبر الجانب الشرقي من الغلاف الجوي للارض تحرك الطقس من الشرق الى الغرب، لان ليها ايه؟ تاثير تسارع اكبر من تاثير التباطؤ الغربي، وهذه الحقائق هي الدليل على ان الرياح الشمسيه تؤثر على مناخ الارض.
تمام، لكن هل ليها أي تأثيرات على الفرد بشكل مباشر؟ يعني الحالة المزاجية مثلا، السلوكيات نفسها؟ تؤثر بهذا الشكل البسيط، لكن مش أمراض، ده تسبب أمراض. لا مفيش، ولكن هي بتسبب حاجة، الانقطاع، انقطاع التلغراف والاتصالات، ولو تأثر على الأقمار الصناعية وأشعة الراديو اللي بتوصل لنا، كل الكلام ده بتأثر طبعا بشكل كبير. يعني كل ده هيتأثر يا فندم، كله بيتأثر، ولكن للأماكن المواجهة لبقع الشمس، المواجهة في العالم مش كل العالم. يعني الشمس النار، المنطقة المضاءة بالشمس من الكون أو من الأرض هي اللي بتتأثر فيه. تمام، يعني دي زي ما حضرتك قلت اللي هي ظاهرة الشفق القطبي، اللي هي الألوان اللي احنا بنشوفها دي. دي جميلة بقى، دي جميلة جدا. لكن العيوب زي ما قلنا بتأثر على الاتصالات وتأثر على الجي بي اس. طب نتفادى العيوب ازاي؟ نتفاداها ازاي؟ نتعامل ازاي مع ده؟ لا تستطيع، دي حاجة من ربنا سبحانه وتعالى، لا تستطيع. التأثيرات السلبية أتعامل لا ازاي؟ لا تستطيع على الإطلاق، لأنها بتضرب دايما التلغراف وبتضرب الجي بي اس. كل ما بتظهر معانا في الدورة دي، الدورة 11 ظهرت، أو في الدورة 25 ظهر معايا حاجات كتيرة جدا على مستوى العالم، ولكن الأجزاء الموجهة للانفجار الشمسي أو للرياح الشمسية مش كل الأرض. امتى يا فندم بتظهر، وهل ليها مواعيد ثابته؟ لا هي ملهاش مواعيد ثابته، لكن احنا بنقول هي بتظهر نتيجه الانفجارات الشمسيه. يعني احنا عندنا في دوره 25 للشمس الحاليه اللي هي بتستمر زي ما قلت 11 سنه، باقصى حاجه 2025 هتصل الى 115 بقعه شمسيه او انفجار شمسي، والانفجار الشمسي او البقعه الشمسيه مساحتها حوالي 17 مره قد الارض، يعني كبيره مش صغيره. ربنا يستر بقى ويعفو عنا يعني. لكن دي بتاع عايز اقول كله بامر ربنا. دي حضرتك مش كل يعني ال 11 سنه، وفي الذروه، هي الذروه هتبقى 25، الذروه 25 وترجع تاني. يعني هي بدات 2019 الدوره الشمسيه دي، 2019 ما كانش في زيرو، كان بقعه شمسيه، لكن هي بالمدى وبعد الانفجارات فهتصل لذروتها في 2025 بواقع 115 بقعه شمسيه في 2025. كل الشكر لحضرتك دكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، شكرا جزيلا لحضرتك.